يا ست فوزية، ما حدش بيعلق المشنقة للتاني علشان غلط. أنا ما علقتش المشنقة لحد يا دكتور، أنا خدت جنبه وسكت، مع إنه اتهمني في شرفي وبوظ سمعتي وضربني بالسكينة في صدري. ساعة شيطان يا فوزية، سامحيني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. خلاص سامحيها ست فوزية، الراجل بيطلب منك تسامحيه، ده ربنا اسمه التواب الرحيم. ده ربنا بقى يا حاج مهران، إنما إحنا بني آدمين. ما عشان إحنا بني آدمين وبنعرف ربنا لازم نغفر ونسامح. ست فوزية، وطول عمرك ست أصيلة وبنت ناس واقفة في ظهر جوزك وشايلاه، كملي جميلك بقى. أهو جه لحد عندك أهو. لا، ما أنا مش هتعب أنا وبيتر ونجيب عم شوقي لحد هنا وفي الآخر تقولي لا، أنا اللي هتخانق معاك يا أم غادي. سامحوني يا أولاد، تعبتكم كتر خيركم. ما تقولش كده يا عم شوقي، ده سامي بيهزر مع أم غادي. أنت أي وقت عايز تنزل فيه بس قول لنا، ما تشيلش هم أي حاجة. ربنا يخليكوا لينا يا أولاد. يخليكوا لينا يا رب. أنا آسف يا عم شوقي، والله أنا بهزر. طب والله ماما دايما شايله هم بابا، كل يوم تقعد تقول لي روحي له هاتي له كاس. بتغمزيني ليه؟ طبعا يا بنتي مالهمش الا بعض. هي فعلا كانت ساعه شيطان، وان شاء الله مش هتتكرر تاني. ايوه يا حبيبتي، ساعه شيطان وعمرها ما هتتكرر. انا عمري ما زعلتها قبل كده، وان شاء الله عمري ما هزعلها بعد كده. الحمد لله انها جت على قد كده. يلا بقى لموا بعض كده وطبطبوا على بعض، احنا داخلين على ايام مفترجه يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسنه الجايه تبقى شايله عوضك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا عم لمعة، تسلم لي. انت برضو صممتي انك تكملي حملك؟ طيب ربنا يجيب العقاب سليمه ان شاء الله ويخيب ظننا. على فكره دكتور، انا قلت لها لازم تسقطي، هي اللي اصرت انها تكمل حمل. اسالها. ربنا يجيب العقاب سليمه. اللهم آمين. لا نور عليك. ازيك يا محاسن؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب يا طيبين. كل سنه وانت طيب يا حاج رياض. كل سنه وانت طيبين يا دكتور. نقول مبروك. الحمد لله، رجعنا الميه لمجاريها على بركه الله. الحمد لله. بقول لك ايه يا بابا؟ قول يا روح قلبي. مش ناوي تعفي بقى عن عم راضي عشان الايام المفترجه والشهر الكريم ده؟